يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة. يقيم مأتم المرخ موسم الليالي الفاطمية إحياء لذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، من الليلة السابعة إلى الرابعة عشر من جماد الأولى، تحت شعار بيت فاطمة أنموذج وقدوة، بمشاركة الخطباء الشيخ حسن العالي، الشيخ علي سديف، الشيخ حسين البلادي، الشيخ ماهر رحمة، الملا هاني التوبلاني، الملا إلياس المرزوق، الشيخ علي القرقور، الرادود عباس الغسرة، الشيخ حمد المخلوق، الملا علي الجد حفصي، الشيخ محمود الساعي، الشيخ كاظم درويش.